سلم على الزعيم. ايوه زعيم. ليش مين فيك ولا الزعيم؟ لك شو ضربك الدكه شو لا؟ الزعيم هذا يسلم عليه. اهلين اهلين زعيم. اهلا يا ابني اهلا. السلام عليكم زعيم. بعد الغياب قال لك خابي فتوحوا له. تعالوا وسيل الزعيم تعال. ليش هيك عم تحكي سعدوك؟ ان شاء الله بتبوسك حية سبع روس من جوز عيونك. انا ما ببوس ايد حدا. صرت بوسك ولا؟ ليش عم تطلب؟ ليه؟ اجيب خربط لك وشكلك؟ ليه؟ اسمعوا لا انت وياه نلعوا من هون وبلا زعرني. شوف يا ابو نايم، انا ما رح رد عليك لانه تربيتي ما تسمح لي. طاووس ضب حالك ولا ابو نعيم، احسن ما امسح بشيبتك الحاره. ولك انا ابو نعيم ولا بكسر راسك وبمسح بكرامتكم الارض كلياتكم. بتكسر صر مايتي. صر مايتك على راسك وروسكم كلياتكم. نريح من هون انت. يا ابو نعيم روق. طاووس هدول ناسنا واهلنا وحبايبنا. شرف زعيم مشوش بس لانك شئير. روح تضرب منك له قوبيت زعران. انفخه وزعامه فلتلته زنا. جبلك هالسعي. ايه لا حجيب لك انت الثاني عمد. لا تق عليها قبلوا على محلها. شو ها صبيع يا خيار. كلمة الزبالة ولموا على بعضهم. شو هاد؟ شو بك؟ مو شايفنا؟ ضربك الدكاش. خليكن عم تجتمعوا لشوف شو حيطلع معكن. مشمش بلدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوي تاني رح قول يا محلى الفرنسيين. معك حق. طوي بالك أبو زيدي. الله وكيلك شوية فشافيش ورح ينفسوا. صراحة أنا صرت خايف على مستقبل الحارة. شو هاد؟ يا سيدي أسوأ شي بهالحياة إنه الإنسان ما بيعرف مستقبله. مظبوط. بري عليك. أول مرة بتحكي كلام مدوزة. فتعرف عرفونا الحارة باللي فيها. تقول هالدرجة شو عمي أبو زهدي. خير شوفي شوفي. طالبينك بالمشفى. يا لطيف شو صاير؟ والله ما بعرف. كله خير قول يا رب. طمنا خير. طمنا أبو زهدي. إن شاء الله ما لا خير. شوفي والله ما بعرف. جيب لك كاس شاي. انت وين والناس وين؟ زعيم ابو زيد اعتذر لانه طلبوه على المستشفى لعند بنته. ايه الله يشفيها ويعافيها. امين. الله يشفيها ولا يضر حدا. امين امين. ايه يا جماعه هاتوا لنشوف. سمعونا شو عندكم؟ الحاله ما عاد تنحمل يا جماعه. لازم نتصرف يا اخوان. يعني اليوم 6 بكره 8 بعد شوي بيرفعونا فلقه بنص الساحه. شو رايكم يا جماعه؟ انتوا جاهزين نواجههم؟ هدول الشباب طايشين. بعدين هنائي عم بيتفاعلون والفرنساوي داعمون. يعني مواجهتهم الشغله صعبه كتير صعبه. فعلا مثل ما قال اخي ابو نعيم. الله يستر بكره ما يرفعونا فلقه بنص الساحه. مشكله يا اخوان. شبابنا مو موجودين. قصدي ابني عصمت واخي عزام والغزال. ليش وينه؟ بصراحه انا مطلوبين للفرنساوي ما عم يقدروا يفوتوا على الحاره لبعض نص ليل. يا جماعه تعالوا شوفوا شو صاير بالحاره. شو في فتوح خير؟ لك شو صاير؟ في جماعه من التمين فايتين على الحاره كامشين هنائي وجماعته ونازلين فيهم ضرب ضرب ضرب. طمنوا يا رجال هدول شبابنا ما هان عليهم اخبار الحاره اللي عم بيصير فيها. شرفوا لنشوفهم. تفضلوا يلا شرفوا. تفضل يلا يلا. Thank you.
اهلين عليكم السلام. اهلين برجال. هدول يا رجال والله بيرفعوا الراس. ما بعرف ليش قلبي محسسني انهم اولادنا. هذا الشاب الاولاني اللي سلم علينا بيشبه اسمر، بس ليش هيك ملتمين؟ كانهم ما بدهم يصير تارات. والله معك حق. قولكم بيتربى هنائي؟ هلا اذا هالمره ما تربى المره الثانيه بده يتربى ورجله فوق راسه. أنا بفرجيكم. الله يسعد لي أيامه أبو النور الغالي. لك يا هلا يا هلا أبو جورج. يا هلا وين هالغيبة؟ أبو حسام. أهلا أهلا. والله يا غالي جاي وقلبي عندك إنه لما سمعت أخبار كين ولك حتى ما عم طلبته خيط حريري. شو القصة يا أبو النور؟ احكي له أبو حسام، احكي له شو القصة. خير يا أبو حسام؟ والله ما بعرف منين بدي ابدا. اوف خير في شي مهم؟ احكي له من وقت حريق المشغل. يا لطيف. هذا غير الجكار. شو هذا الجكار؟ شوف اجى لعندي واحد مهندس فرنساوي سرق الرسمات كلهم، اسمه جاك وسمى القماش تبعه على اسمه جاكار مشان يضارب على البروكار. والله يمكن ها شفته مره من المرات عندك. يلا لا يحرمنا هالتصدير الهي. السلام عليكم. ايها الغبيان من فعل بكم هذا؟ امبارح في رجال ملتمين فاتوا على الساحه كسروا لنا تكسير من القتل نحن والزعيم هنائي. من هم؟ من هو؟ والله يا سيدي كانوا ملتمين ما مبينه غير عيونهم. وهنائي؟ شو هنائي؟ يا هنائي مدران يوقف على رجليه تقول رامينه من جبل قاسيون هداك. حمار هنائي، حمار حقيقي. قلت له أن يطلب مساعدة عندما يحتاج، لماذا لم يطلب؟ والله طالما شايفينه أنتو حمار يبقى حمار. بس شو جايب لك خبر؟ ارفع شوفك. قل له لما ما قلت له ما قلت له أنت قلته. تكلموا يا حيوانات. رو شو بقى أخلاقك ضيقة؟ أخي عرفنا لك عصمة وين. ماذا؟ والله يا سيدي نحن لحقنا الهمشري لنعرف وين بده يروح، بس غزال خرب علينا. اخي قرمو الشغله ما بدها سرتفيكا، هذا الطريق ما بيطلع غير على بستان ابو قعود. انا رايي الشخصي يا سيدي كبسوا علي. يا حيوانات يا حيوانات، لماذا لم تتكلموا حتى الان؟ سيدي نحن كنا نحكي بس بصراحه يعني استحينا نقول لك انه اكلنا قتله. هذا هي. اذا كان هاربا ساقطعكما. شو سأقطعكما؟ طول بالك سيدي طول لي بالك. انت بدك حجه مشان تبهدلنا. وينه هذا الزلمه؟ ما عاد نحكي له شيء من يوم رايح له بتاتا. عزيزي دخول الحمام ليس كخروجه. تذهبون الان مع القوى العسكريه وتدلونهم على مزرعه، ما كان اسمه؟ ابقى عود. سيدي انتظرا خارجا. هيا هيا. حاضر سيدي حاضر. انت أخبر دانيال أن يحضر قوة معززة ويذهب مع هذين البغلين ليجلبوا لي أسمد. حاضر سيد.